طبعا المركز هذا يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو، من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. طبعا مراكز المسح هذه تهدف وتخدم جهود دولتنا في الاستباقية في محاربة هذا المرض. طبعا نحن ندعو الجمهور سواء من إمارة أم القوين أو من الإمارات الثانية اللي يحب يزورنا، ونحن قريبين عليه، فإن شاء الله يتفضل عنا وإن شاء الله ما برد حد. نحن نتمنى من الجمهور أن يحجزوا لنا مواعيد إن شاء الله، يكونون معنا من خلال مركز الاتصال 800-1717 أو من خلال تطبيق شركة صحة، وإن شاء الله يتفضلون عنا ويعملون الفحص. طبعا الفحص سريع جدا، يأخذ من 3 إلى 5 دقائق، ويتم استلام النتيجة عبر رسالة نصية ما بين 3 إلى 5 أيام. نحن نوجه الشكر لكل من دعمنا في دعم جهودنا كذلك في إمارة أم القيوين، وكذلك نوجه الشكر للمتطوعين اللي معانا اليوم اللي لهم دور كبير وبارز صراحة في إنجاح هذا المشروع الوطني. نوجه رسالة للجمهور أنهم يلتزمون بالتعليمات من الجهات المعنية، وأنهم يطبقون مبدأ خليكم في البيت، يحافظون على نظافة اليدين، وإن شاء الله نكون كلنا سالمين بإذن الله.